طيب هلا احنا في كل الحالات لما يكون جنريتر معناها it supplies active power وهون it consumes active power. هلا over excited ايش قلنا الشرط للover excited لازم يكون EA اكبر من EA كوساين دلتا لتكون اكبر من ايفا وهون EA كوساين دلتا اقل من ايفا. خلينا نرسم الدايجرامز. هلا بالجي ايش قلنا دلتا؟ دلتا بدها تكون هون بوزيتيف ودلتا هون نيجاتيف. إذا دلتا بوزيتيف معناها بالنسبة لـ V5 حتكون EA leading. مضبوط. وهي عندي هون هي دلتا. وهون نفس الشيء V5 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 هون V5 هون حتكون EA leading وهي دلتا. دلتا بوزيتيف دلتا بوزيتيف. تمام. بعدين الحاله الثانيه عندي هون دلتا نيجاتيف راح تكون في 5 هون وهي عندي دلتا هون اي اي ان وهي هذه هون في 5. نعم غلط انت الاندر لا لا انا لسه ما خلصت الطول هذا انا بس راسم ورسم هلا راح احدد طول عشان يكون اوفر اكسايتد او اندر اكسايتد وذلك ما حطيت نهايه السهم هون. اوكي هلا راح احطه عشان حسب الحاله هاي او حسب الحاله هاي. هلا خليني ارسم هاي بعدين برجع بعمل الطول هذاك. هون عندي في 5 ودلتا نيجاتيف من هون وهي عندي اذا الحاله هاي هون اكتف باور عم نعمل سبلاينج لاكتف باور هون عم نعمل كونسيومينج لاكتف باور. هلا نيجي على اوفر اكسايتد. اوفر اكسايتد لازم تكون اي اي كوساين دلتا اكبر من في 5 راح تكون عندي اي اي مثلا تنتهي هون لان اذا عملت اسقاط من هون واضح انه اي اي كوساين دلتا اكبر منها. وهلا هون عندنا بحاله الجنريتر نتذكر المعادلات عندي بحاله الجنريتر اي اي بتساوي في 5 زائد اي ستات مضبوط وبحاله الموتور في 5 بتساوي اي اي زائد اي ستات مضبوط متذكرين؟ حاله الموتور لان انا بحط فولتج وجوا بسحب كرنت بصير في فولتج دروب وبضل اي اي. بحاله الجنريتر احنا نعمل جنريتنج لفولتج الفولتج هذا بمثل كرنت في اي ستات وبعدين بيطلع في 5 للكونسيومر من هناك. فاذا هون عندي في 5 زائد اي ستات راح تعطيني اي اي راح يكون عندي هذا هيك من هون. هلا هون راح ننزل خط بهذا الشكل وراح اسقط اسقاط عمودي عليه مين راح يكون اتجاه مين هذا؟ اي اي وهي ثيتا. اللود هون لاجينج ولا ليدنج؟ اللود اللي احنا عم نعطيه لاجينج. واذا هو لاجينج اذا انا ايش عم بعطيه؟ رياكتيف باور. مين اللي عم بعطيه الرياكتيف باور؟ الجنريتر. اذا هون سبلايز رياكتيف. طيب خلينا نيجي نطلع على الحاله هاي اللي هون عندنا هون السيستم كمان اوفر اكسايتد راح يكون هذا هيك بهذا الشكل مثلا هون. هلا هون عندي المعادلة V5 بتساوي EA زائد E stat فراح يكون عندي V5 احنا مضبوط عملنا هون هذه EA مضبوط وهاي هون راح تكون عندي بهذا الشكل وهذه صارت E stat راح امد خط من هون وراح اسقط عليه خط عمودي هيك فبس عندي هذا هون IA وهذا عندي هون بهذا الشكل هذه هي ثيتا. مين اللود هون؟ المحرك هو اللود. اوكي واضح. اذا هون consumes active power but supplies reactive power لانه الموتور هو اللود. اذا لما يكون over excited supplies reactive power supplies reactive power. الفرق صار هون انه هذا generator فهو it's feeding a lagging load فثيتا من هون هو مبين اللاجنج لود فهو اللي عماله بعطي رياكتيف باور لللاجنج لود. هون هو نفسه ليدنج لود. The motor is the load with a leading load. فالموتور نفسه هو اللي بعطيني. يعني اذا لما يكون اوفر اكسايتد دائما
supplies reactive power. بالحالتين لما يكون generator بالحالتين supplies active power consumes active power. نطلع على الحالة هاي. الحالة هاي لازم يكون under excited. راح تكون هذه هون الطول تبع EA. خلينا أطول في فاي شوي. ناخذ اي اي هون. فهذه لما بسقطها واحد منها اندر اكسايتد. معادله الجنريتر انه اي اي يساوي في فاي زائد في ستات. راح يكون هذا بهذا الشكل من هون. راح اسقط هلا خط عمودي من هون على هاي. فهذه راح تعطيني اي اي وهي ثيتا هون. فايش اللود اللي هذا الجنريتر عماله بغذيه؟ اللود ليدنج. ولانه ليدنج اذا اللود اللي عم بغذيني بالرياكتيف باور اذا هذا كونسيومز الجنريتر. يعني الجنريتر كونسيومز رياكتيف باور كونسيومز رياكتيف باور بس سبلايز اكتيف باور. نطلع على الحاله هاي برضه نفس الشيء بدناها تكون اندر اكسايتد. اذا مد هذا هيك هون عم بلو هون هيك بس الواضح انه هذا السيستم اندر اكسايتد. طلع المعادلة هون عندي V phi يساوي EA زائد E stat. هذا صار هون E stat. راح نمد خط عمودي هيك نزل خط عمودي عليه هون. فهذا صار عندي هون IA. IA إذا هون هاي الزاوية ثيتا. إذا هذا اللود الموتور هو اللود السينكرونس موتور هذا نفسه is the load. بالحالة هاي هو lagging load. مدامه lagging load إذا إيش لازم يعمل؟ to consume or to supply reactive power. consumes reactive power. إذا هاي الأربع حالات. هذا هون supplies active power لأنه generator delta positive. consumes active power motor delta negative. حالي هاي over excited system supplies reactive power under excited system consumes reactive power.